والله المشكل هو في الشوط الاول خاصه انه قبلنا 18 هدف سي سترو الحقيقه برشا صحيح بوتيتر اون دوزيام ميتون قبلنا كان 8 اهداف معناها معدل خارق للعاده حسيت فما رياكسيون من الملاعبيه اون دوزيام ميتون مي عندنا مشكل على مستوى الدفاع مازالوا الحراس المرمى الحقيقه ما لقيناش امين وحكيم معناها في المستوى المعهود نتاعهم ممكن حكيم في الشوط الثاني عمل شوط خير برشا لانه الدفاع تحسن زاده الحاجه البوزيتيف هي انه انتصرنا الحاجه الثانيه هو انه سجلنا 41 هدف معناها هذه ساتيسفاكسيون انه لعبنا بالبروجي اللي نحبوا عليه معناها الدفاع مع مونتي دبال سرعنا في تطليع الكره سجلنا عديد الاهداف معناها خاصه على الترانزيسيون وعلى لونجاجمون رابيد قاعده نقطه نيجاتيف هي لا ديفونس اون فو ترافايي بور ديمينوي لو ماكسيموم معناها باش نطيحوا من 26 نهبطوا للمويان تاع 23 24 لكن راه كره اليد العصريه اليوم يوصلوا حتى ل 34 معناها نشوفوا مباريات في الشامبيونز ليغ يوفاو ب 37 32 35 30 رينا حتى المنتخب التونسي بعد ساعات نلوموا عليه انه يقبل برشا لكن هذه هي فما برشا سرعه تشوف ان ايكيب كي تبدا فريش فيزيكمون في البريمير ميتون تعطي كل ما عندها دونك ان ايكيب كابابل باش تسجل 13 14 15 هدف في شوط لكن ممكن لاسوندون فيزيك اللي نلقاوها عليهم وممكن التغييرات ولي شونجمون اللي نعملوهم يخلي لاعبين يدخلوا فري اكثر يعملوا هما الفرق لكن احنا حارسين انه نحسنوا اكثر في الدفاع مستوى الحراس باش نقبلوا ان شاء الله من الفان دو لا بروميير فاز اون موين تاع 23 24 هدف ماكسيموم ان شاء الله.